الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل بيوتنا وبيوت المسلمين في خير وعلى خير، وأنزل عليهم من بركاتك ورحماتك ما تسعدهم أبدا أبدا. وأعنا وأعن الآباء والأمهات على تربية الأبناء على الإسلام يا رب العالمين، وأدم بين الأزواج والزوجات بالخير، إنك على ذلك قدير كريم يا رب العالمين. وبعد، في لقائنا في القدوة الطيبة للمرأة المسلمة، اللقاء 36، نتحدث عن امرأة من فواضل نساء عصرها، أسلمت قديما وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت من المسارعات في الخيرات. فعلامة المسلم أنه يتنافس في الخير دائما، لكن في أمر الدنيا لا يتنافس فيها، كما قال الحسن البصري: من نافسك في الدين فنافسه، في السبق إلى الله فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره، أنت لا تريدها، بل تجمع الدنيا بيدك، وقلبك يظل معلق بالله رب العالمين. هذه المرأة العظيمة والصحابية الجليلة هي ليلى بنت أبي حثمة ابن حذيفة. من فواضل نساء عصرها، هاجرت الهجرتين جميعا مع زوجها، حيثما حل زوجها هي معه عامر بن ربيعة العنزي إلى الحبشة مرتين، ثم هاجرت معه أيضا إلى المدينة. فحيثما كان الزوج كتب الله له أن يعيش، على المرأة أن تسعى خلفه وتذهب معه، فبقاء حياة الأسرة أفضل 1000 مرة من بقاء المرأة في المكان الذي تحبه وتريد أن تسكن فيه. وعلى ذلك أيضا على الرجل أن يراعي الأمور كلها في حياة زوجته، ويوفر لها الحياة السعيدة التي تحبها أيضا. يقال أن ليلى هي أول ضعينة دخلت المدينة في الهجرة، وصلت إلى القبلتين، وتقول ليلى: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه من أشد الناس علينا في إسلامنا. لما تهيأنا للخروج إلى الحبشة جاءني عمر وأنا على بعيري، فقال: إلى أين يا أم عبد الله؟ فقلت: آذيتمونا في ديننا، فنذهب في أرض الله. تريد أن تقول له: نريد أن نبحث عن مكان نأمن فيه في عبادتنا لله رب العالمين. فقال: صحبكم الله، يعني الله معاكم. وهذا على عكس ما كان يظهره عمر في تعذيبه لمن أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب، فجاءني زوجي عامر بن ربيعة العنزي، فقال: لما أخبرته خبرهم؟ ليه أخبرتيه؟ لماذا أخبرت عمر؟ ترجين أن يسلم؟ بتأملي أن يدخل الإسلام؟ فقال كلمة عجيبة، قال: لن يسلم إلا إذا أسلم حمار بن الخطاب. لكن المرأة كانت أصدق حدسا وظنا من زوجها، ووفق الله عمر وأصبح الفاروق رضي الله تعالى عنه ودخل الإسلام. ابنها عبد الله بن عمر بن عامر أيضا يحدثنا عن قيمة تربوية للأمهات العظيمات التي تربي أبناءها وبناتها على الصدق. نهديكم هذا الكلام إلى الأمهات اللاتي يسرفن في الوعود لأبنائهن ولا يصدقن في شيء منها، حتى أن أبناءنا في هذه البلاد لمن يقول لأبنائه: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، ظن الأبناء أن إن شاء الله هذه طريقة للكذب، طريقة للكذب عياذا بالله. لكن إن شاء الله وعد صادق لا بد أن نحققه مع أبنائنا ومع الناس أجمعين. يقول ابن حجر في الإصابة: روى الليث بن سعد عن محمد بن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر حدثه عن عبد الله بن عامر، قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم وآله قاعد في بيتنا، فقالت: هاك، تعال أعطيك شيئا، تعال وأنا سأعطيك شيء. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أردت أن تعطيه؟ فقالت: أعطيه تمرا.
فقال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. فليحذر أولئك الذين يعدون ولا يوفون ويقولون ولا يصدقون أن يفقد أبناءهم ثقتهم بهم. هذا أمر معلوم، لذا على المرأة المسلمة أن تأخذ درسا عظيما وتستفيد من هذه السيدة العظيمة والصحابية الجليلة ليلى. أولا أن تكون من المسابقات في الخيرات والمسارعات فيه، ثانيا أن تكون طوع بنان زوجها، وعلى زوجها أن يكرمها كذلك، والأمر الثالث أن تكون من الصادقات العظيمات مع أبنائها في التربية، ثم إنها صادقة في دعوتها، فهي قد شعرت بأن عمر لعل الله أن يأخذ بقلبه إلى الإسلام، وشاء الله عز وجل أن يصدق أمرها هذا وحدسها هذا في عمر، فدخل في الإسلام وأصبح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، وأمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنهم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.